احنا سعداء بكل اللي انتوا قلتوه، ومقدرين كل اللي انتوا قلتوه واللي قاله اخويا الشاب الجميل عبد المنعم، وانت قلت لي اللي انا عندي تصور يخلينا طبعا. لا انت تيجي تشتغل معانا في ايه؟ مش تيجي تقول لي خد تعال، انت انا بتكلم بجد، تعال معانا. واي حد مرحب بيه عبد المنعم اذا كان هيضيف حاجه لمصلحه بلدنا، انا ابقى مش كويس لو ما رحبتش بيك. واي حد هيقدر يقدم حاجه لبلدنا انا والله هبقى مش كويس، هبقى خاين. ها لو طبعا اي حد يقدر يحط طوبه انا هسقف له، لان هي ايوه طبعا. بس يا جماعه يا جماعه، على مهلكم، مش على مهلكم عليا، لا والله، على مهلكم على نفسكم، على مهلكم مش عليا. انا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اسمع ربنا من الكلمه دي، اراد ان انا اكون هنا، مش انا خالص خالص، ربنا اللي يعلم خالص. لان انا كنت عارف يا عبد المنعم حجم المشاكل اللي فيها مصر، وعارف ان قدره الناس على التحمل ليها مدى برضو، ليها ايه مدى. لكن برضو انا كنت متصور والله العظيم ثلاثه ان المصريين ما هيستحملوا، لكن الحكمه العجيبه انهم استحملوا. دول جدعان يا ريس، قوي جدا، قوي والله، والله العظيم، والله العظيم. بعيد بقى عن كلام يعني الكبار، يعني والله العظيم المصريين أثبتوا خلال العشر سنين اللي فاتوا دول. اسمع، اللي قدمت شهيد واللي قدمت مصاب ما اتكلمتش، ومش بس ما اتكلمتش، تقول لي عندي كمان، عندي كمان شاب خده. التحمل بتاع الظروف الاقتصادية اللي احنا بنتكلم فيها، هو مين اللي مستحملها، أنا ولا كلنا؟ كلنا كلنا كلنا. مين؟ كلنا المصريين. بس أنا بقول لكم تاني، ورجعوا الأول خطاب قدام اتنين، أنا عمري ما قلت كلام معسول لكم على إن الأمور هتبقى خضرة والمعايا صفايح العسل وبطرمانات الزبدة. لا، أنا قلت البلد دي عايزة شغل يا فندم، شغل من نار على طول. إن كنت الكلام ده ما قلتوش قبل كده وجيت خدعتكم وقلت لكم ده انا معايا كل حاجه حلوه هخلصها، وبعدين تراجعت والوعود اللي انا قلتها، ده انا قلت اللي احنا عايزين نشتغل ليل ونهار من الساعه 5 الصبح، قمت انا الساعه 5 الصبح وانتم موتوه. قمت انا